السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الزراعة تعلن عن إجراءات لخفض أسعار اللحوم في الأسواق. حددت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المحلية، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية بالرغم من أنها تخضع للعرض والطلب تعود إلى جشع التجار من جهة، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من جهة أخرى. وأضاف إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت بسبب اضطراب الوضع العالمي، خاصة بعد 7 تشرين الأول من ما أدى إلى تقليل استيراد الحيوانات. وأشار إلى أنه بحسب الخطة التي وضعت تم إدخال كمية كبيرة من العجول المستوردة لأغراض الذبح إلى البلاد في اليومين الماضيين، مما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم بالفترة المقبلة، بالإضافة إلى صدور موافقة بشأن استيراد كميات جديدة من العجول. ودعا التجار والمستثمرين إلى مراعاة المواطنين بالأسعار، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. لجنة نيابية: الأسعار ترتفع خلال رمضان بسبب علاقات بين التجار وأغلب أصحاب القرار. أرجعت لجنة الاقتصاد النيابية سبب ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان إلى وجود علاقة تربط التجار وأغلب أصحاب القرار. وقال عضو اللجنة كاظم الفياض أن المشكلة التي يعانيها المواطنون تجاه ارتفاع الأسعار تكمن بأن أغلب أصحاب القرار لديهم علاقات اقتصادية وتجارية تربطهم بالتجار، والذين يستغلون الأمور لصالح رفع الأسعار وغلاءها. أضاف الفياض أن اللجنة خلال الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين ومن خلال كتب رسمية توجه إلى الحكومة بضرورة تجديد الدور الرقابي وتفعيل دور الأمن الاقتصادي الموجود في جميع المحافظات. وزير التجارة: السلة الغذائية منعت حصول ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية حتى بشهر رمضان. أكد وزير التجارة أثير داود الغريري أن السلة الغذائية منعت حصول ارتفاع أسعار المواد الأساسية حتى بشهر رمضان، وفيما أشار إلى وجود خزين استراتيجي من الحبوب يقدر بمليوني طن من الحبوب في المخازن، توقع استقرار بأسعار المواد الغذائية في شهر رمضان المقبل. وقال لبرنامج ساعة حوار الذي يعرض على العراقية الإخبارية أن الهدف الأساسي للوزارة إعادة ثقة المواطن بها وما تقدمه من خدمات له، مؤكدا أن الوزارة مسؤولة عن السياسات التجارية الداخلية والخارجية للبلد وفق سياسات العراق الاقتصادية. وأشار إلى أن هدف الوزارة هو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مبينا إذا كان ضمن البرامج الحكومي والمنهاج الوزاري ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وإعادته كمراقب في المنظمة. وأوضح أن هناك متطلبات وشروط على العراق تنفيذها للانضمام إلى المنظمة العالمية، وأساس التحول هو التوجه نحو القطاع الخاص وتطويره، منوها بأن انضمام العراق للمنظمة العالمية يجعله ضمن المنظومة العالمية من خلال تقديم الدعم ومواكبة الصناعات الدولية. ولفت إلى أن البرنامج الحكومي شدد على أن يكون القطاع الخاص شريك أساسي بالاقتصاد العراقي. سيكون هناك دعم كبير للقطاع الخاص، مضيفا: أصدرنا الهيكل السلع الشامل بالواردات والصادرات الذي سيكون بمثابة خارطة الطريق لدعم القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تقوم بدعم الصناعات العراقية وتشجيعها بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي. وتابع: لدينا خزين استراتيجي يقدر بمليوني طن من الحبوب في مخازن الوزارة، مؤكدا أن الوزارة تمكنت عبر السلة الغذائية من تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن العراق لم يدرج ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني من التضخم بأسعار الغذاء، مشيرا إلى أن ما تملكه الوزارة من خزين استراتيجي يكفي لعدة أشهر. ومضى بالقول أن الحصة التموينية تتكون من 7 مواد يقابلها 12 مادة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مبينا أن أكثر من 7 مليون مواطن مشمولين بالسلة الغذائية من فئة الرعاية الاجتماعية. حول أسعار المواد الغذائية في الأسواق، بين الوزير أنه لا توجد فروقات كبيرة بأسعار المواد الأساسية في السوق، حيث تابع الوزارة يوميا أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، موضحا إن كانت لدى الوزارة عدة صولات للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في الأسواق. وتابع: نتوقع استقرار في الأسعار في شهر رمضان المبارك، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق قبيل الشهر الكريم. وبشأن البطاقة التموينية، أشار إلى أنه تم حجب نحو 600,000 بطاقة تموينية من غير المستحقين بعد تحديث البيانات الإلكترونية، حيث تبين وجود أكثر من 200,000 متوفي وأكثر من 200,000 مسافر ويستلمون حصة تموينية، مؤكدا أن تحديث البيانات سيكون عبر تطبيق إلكتروني ضمن برنامج الوزارة لتسهيل الإجراءات.